السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم ملاقيه خفيفه بالدرس ديال واحد مغلف كنديروها في الامام ديال الجلابه وسهله في الخدمه بالنسبه للمبتدئات. دغيا كطلع كتجي على هذا الشكل، وهذا هو الدريس تا هو اللي خدمت ليها، الدرس مغلف ديال واحد. دابا غادي ندوز للطريقه. بالنسبه للحرير مبروم على ثلاثة ديال الشعرات، اختاريت ثلاثة ديال الالوان. وابره رقم 5. هنا كبدايه غادي نخلي 8 سنتيم ديال فتحه العنق، وكنبدا كنثبت الابره في الطرف ديال الثوب، كندير الضريس ديال واحد، كنعاود تاني ندير ضربه اخرى في الثوب. الضربات يكونوا مقاربين وبنفس المسافه. كندخل دابا الابره في هذيك الغريزه اللي عندي، وكنلوي ثلاثه ديال اللويات باش يجيني الضريس واقف، وكنجر. كنجي دابا للجهه الاخرى ديال الثوب، كنخلي نفس المسافه وكنضرب في الثوب. كندخل الابره في الثوب وكنخرجها من وسط الحرير بهذا الشكل، وكنعقد. دابا غادي نغلف بهذه الطريقه، كندخل نفس الغرزه وكنغلف ثلاثه ديال المرات، الاولى نفس الغرزه ثاني، الثانية كنزيد الثالثة باش يجي الضريس مغلف مزيان. من بعد كنضرب في الثوب وكنعاود نفس الخدمة. تابعوا معايا. كما كتشوفوا الخدمه هي هذه، مخدومه بثلاثه ديال الالوان. دابا من بعد ما كيسال لي الخيط هانتوما كنضرب واحد الغرزه في الثوب، عاد كندفنو في الطرف ديال الثوب وكنخدم عليه. ثم هذه الملاقيه بالالوان كتجي باينه. ثم كندخل الابره في الثوب وكنكمل الخدمة ديالي عادي.
من بعد ما كنكمل الملاقيه على طول الجلابه كنرجعوا للضريس، كنبدا من فتحه العنق بنفس الخدمه، الضريس ديال واحد مغلف بالالوان. ثم كنثبت الحرير في الطرف ديال الثوب، كنعاود ثاني غرزه اخرى، ومن بعد كندير الضريس ديال واحد وكنغلفه، كنبقى غادي بنفس الطريقه حتى كنكمل القب والكميمات. هاد الخدمه هادي كتجي رائعه بالالوان، ودغيا كتطلع، ممكن تخدميها في النهار. تبعوا معايا. الضريس انتم الشكل ديالو كي تيجي بالالوان، خفيف وانيق في الخدمه، وجا مناسب مع الملاقيه اللي خدمت. انتم الشكل النهائي ديالو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم والشرح يكون واضح. شكرا على المشاهده، نلتقيو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.